عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في قناة إيمان زهرة المطبخ التونسي. اليوم إن شاء الله باش حاضر مع بعضنا العصبان الساحلي على طريقتي. باش نعطيكم الطريقة متاع تحضير العصبان الساحلي من الألف إلى الياء. سبقت وبارتاجيت معكم قبل العصبان الساحلي، خاصة عم ناول هبط لكم فيديو، لكن وقتها كنا في الحجر الصحي، دونك ثم حاجات كانت ناقصة عندي. اليوم حاولت نحضر كل شيء عندي باش نحضر أبن عصبان ساحلي، اتحضروه إن شاء الله. كما قلت لكم الوصفة هذه باش تكون على طريقتي، خاطر العصبان الساحلي راي كل مرة وشغالها، ما فماش طريقة صحيحة. أون جينيرال معناتها في العصبان التونسي بصفة عامة، ما فماش طريقة صحيحة وطريقة غلطة، راي كل مرة وكيفاش تحب تحضر العصبان نتاعها. اليوم إن شاء الله باش نتشارك معاكم طريقتي اللي تعلمتها على أمي وجهتنا الكوليكا يعملوها، وحبيت نبارتاجيها معاكم وإن شاء الله يربي تعجبكم. بالطبيعة انتوما زادة ما تنساوش تخلوا لي في كومنتير كل حد الطريقة نتاعو. بالنسبة للمقادير لهنا عندي الخضرة وكل شيء حضرته ربحا للوقت. اما استعملت معكم لايف في باج ايمان زهرة المطبخ التونسي في صفحتي على الفيسبوك، حضرت معكم التحضيرات خاصة في قصان الخضرة واللحم. نعود معكم لهنا المقادير، بالطبيعة عندي لهنا المعدنوس قصيته وغسلته مرمريقلة. بالنسبة لامس كيف وقت اللي كنصور قلت لكم راني باش نحضره قبل بليلة، قلتولي تو يذبل وكل شيء. شوفوا لهنا ما شاء الله كاينه قصيتو اليوم مازال جديد لابس عليه، دونك للي ما عندهاش وقت تنجم تحضر الخضره نتاعها وتخبيها في الفريجيدير ومن غدوه تستعملها. باهي عندي شطر القصع الكوليكا، عندي معدنوس، ولهنا عندي السلق. بالطبيعه العصبان الساحلي فما اللي يحب يحط له السلق وفما اللي يحب يحط له السبناخ، بالنسبه لي انا ما تفرقش. دونك لهنا عندي السلق وعندي لهنا البصل الاخضر. بالنسبه كيفاش تكيلوا الخضره نتاعكم، كما قلت لكم لهنا اشتري القصعه معدنوس، لازم المعدنوس يكون اكثر من الخضره الاخرى. بعديك بين البصل والسلق لازم يكون السلق والا السبناخ اكثر شويه من البصل. هذا هو كيفاش نكيلوا. بالنسبه لقداش من ربطه والكل انتم يا جماعه والكبر الدواره، فما اللي تكون الدواره والا شكاره نتاع الدواره هذيك تكون ما شاء الله كبيره، دونك تستحقوا خضره ما اكثر، وفما اللي تكون الدواره تكون صغيره، دونك ما باش تنقصوا في كميه الخضره، هكا علاش عينكم ميزانكم. بالنسبه لي انا لهنا عندي الكرشه شريتها وقصيتها ونظفتها ومورها مريقله كيما تشوفوا، لكن لهنا راني خذيت 3 كرشات. اذا لاحظتوا الخضره بزايده شويه على خاطر عندي 3 كرشات، ما يبيعوناش معناتها دواره اكلي كامله ومورها مريقله. باهي بالنسبة للمصارن، وأخيرا تحصلت على المصارن، خاطر كيما تعرفوا لهنا في فرنسا تقريبا مستحيل نشري ونلقاو المصارن، لكن بفضل من عند ربي سبحانه وتعالى لقيت وشريت. أما كان نقول لكم حكيتها البارحة هذيا في اللايف، بالحق تكلفولي تقريبا 75 دينار الطرف المصارن هذوما أكهو، يعني خاطر ما يبيعوهاش، وكي حب يبيعها لي يبيعها لي بطريقته هو. أنتوكا والله فرحانة برشا، المهم أعطيني نعمل لكم عصبان ساحلي كامل مكمل. باهي دونك لهنا بالطبيعه عندنا المصارن نظفتهم وقصيتهم. لهنا عندي النعناع، بالطبيعه النعناع الاخضر هذايا مقصوص نظيف. لهنا عندي الزيت زيتونه، عندي لهنا بالطبيعه الروز غسلته بالقدا وسقطرته من الماء نتاعو، اللي يحب يحط روز والا اللي يحب يحط برغل. وفما جهات يظهر لي في الجنوب يحطوا الكسكسي، يظهر لي صلحوا لي اذا معلومتي غالطه. باهي بالنسبه للرداء قريت بحسابي باش نعمل، خاطر العصبان الساحلي معروف بالرداء نتاعو، دونك خديت كميه اللي باش نلف بها كعبات. وعندي لهنا شويه من الرداء هو اللي قصيته جويد على الاخر، هو اللي باش نفوح به زاده العصبان. اللي عندها ليه تنجم تحط مليه. لهنا عندي زوز مغارف كبار تابل وكرويه. بالنسبه للعصبان الساحلي فما اللي يحب يحط فيه التابل كهو، فما اللي يحب يحط فيه الكرويه كهو، وفما اللي يحط تابل وكرويه. بالنسبه ليا الابن والافوح تحطوا تابل وكرويه. دونك هذا خديت زوز مغارف كبار ونص. لهنا بالطبيعه عندي الملح، عندي لهنا زوز مغارف كبار ونص هروس، الهروس هو هذا اللي يكون كونكاسي اللي مدشش. وعندي لهنا زوز مغارف فلفل احمر زينه. بالنسبه لهذايا راهو فاوح على الاخر لكن ماهوش حار برشا، هكا علاش كثرت منه شويه باش يعطيني اكل نكهه البنينه، نكهه الفلفل الاحمر شايح نحبها في العصبان. باهي لهنا عندي شطر مغرفه صغيره عود قرنفل ارحيتها والا هرستها. عندي لهنا مغرفه كبيره نعناع شايح، اذا لاحظتوا لهنا حطيت من النعناع الاخضر، خاطر النعناع الاخضر عنده نكهه خاصه والنعناع الشايح زاد عنده نكهه خاصه، وحبيت نحط من الاثنين. عندي لهنا شويه فلفل اكحل، وهذه اضافه من عندي يا جماعه.
العصبان بصفة عامة التونسي في الجمهورية التونسية فما اللي يحط الطماطم وفما اللي يحب يستغنى عليها. أنا راني جربت العصبان بالطماطم وما غير الطماطم وما يفرق في حتى شيء في الطعمة، فقط في اللون تحسوه هكا بطبيعة اللون تكون حمرة شوي كي تكون بالطماطم. دونك هيك علاش حبيت نحط مغرفة أكهو، لا معناتها اللي يحب يحط زوز مغارف ينجم يحط، اللي يحب يحط مغرفة وإلا يحب يستغنى عليها جملة راهو كل حد وكيفاش يحب. لهنا عندي شويه حمص، بالطبيعه العصبان الساحلي معروف بالحمص، فما زاد اللي يحب يحط فيه جلبانه، انا نحط حمص اكهو. كما تشوفوا لهنا راني دششته شويه، ما حبيتوش هكاك يقعد صحيح وبعديك يقلقني بعديك حتى في التعصبين. اذا تحبوا تخليه صايم تنجموا، سينو انا دششته شويه بالمهراس. باهي بالنسبه لهذه الحلقه نتاعي باش ناخذ منها شويه ورقات نتاع حبق زاد باش نزيد نفوح بها. بالنسبه للحم لهنا عندي الكبده والقلب، ولهنا عندي شويه لحم علوش قسيته زاد معاكم البارح كما تشوفوا بالطريقه هذه. باهي بالنسبه للكبده قسيتها وبعديك خديت ماء مغلي صبيته عليها خليتها تقريبا دقيقتين والا ثلاثه، عقمتها خرج منها الدم هذاك نتاعها وراهي ماهيش طايبه كما تشوفوا، راهي مازالت نيه ما طيبتها، جست عقمتها اكهو باش تولي طعمتها بنينه وتتنحى طعمه المراره. بعديك صفيتها غسلتها مرتين والا ثلاثه بالماء البارد وكهو. هذوما هما اون جينيرال المكونات اللي عندي، جوست اللي شريته زاد خديته من عند الجزار. اكيد اللي يتابعني مليح تعرفوني راني شحم وخاصه النرده راني مانيش مغرومه بيه وما نحبوش معناتها في الماكله، مي على خاطركم باش نعمل لكم كعبتين والا ثلاثه برداء، خاطر قلت لكم باش نعمل لكم عصبان ساحلي من الالف الى الياء. باهي اول حاجه لهنا باش نبداو بها هي تفيح اللحم. بسم الله لهنا باش نحط الرداء، ولهنا اذا باش تتسائلوا علاش حطيت الرداء ماهوش اللي، اولا خاطر اللي ما تتباعش لهنا ماهيش موجوده، وثانيا على خاطر الشحم نتاع الرداء اخف برشا من اللي، حتى الطعمه نتاعو ما تجيش قويه برشا. دونك لهنا باش نحط الفحات اللي سميتهم الكوليكا، لهنا راني باش نحط وبعديك عيني ميزاني وقت اللي كيف نبدا نخلط العصبان. اذا حسيتها ناقصه ملح نزيد شويه، اذا حسيتها ناقصه شويه حموريه نجم نزيد شويه فلفل احمر، حسيلو عيني ميزاني. اذا حسيتها زاده ناقصه شويه زيت نجم نزيد. لهنا باش نصب الزيت، بسم الله، ونفوح هذا الكل مع بعض، نعمل بيدي خير، بسم الله. هنا ناقصه شويه زيت، الريحه البنينه باش تبدا تطلع. حصة العصبان بصراحة نعشقها أنا ملي أنا صغيرة، تبدأ أمي تعمل في العصبان وأنا ديما تلقاني بحداها، مرة هاني نقص لها العصبان المصران، مرة نشد لها الخيط، مرة نجيب لها حبكة نسيت مثلا حبكة ما جبتهاش بحداها، حسيلو تبدأ عاملة في القاعدة العربي كما نعرفوها، الميدة في الوسط وكل شيء داير بحداها. لهنا اللحم متفوح عنا مليح، بسم الله. توا نهز الكوليكا باش نبدا نزيد على الخضرة، الفاح اللي قاعد هذايا الكوليكا نهبطو مليح، بسم الله. توا نحط شوية من الروز ونتبع زادة تبع، نبدا نخلط وعيني ميزاني. كما قلت لكم اللي يحب والا متعود يحط البرغل ينجم يحط برغل، والا اللي متعود بيه يحط. لهنا النعناع، لهنا خديت ورقه حباق زاده باش نفوح بيه، نجمو تحطوا حباق شايح والا اخضر. ولهنا اخر حاجه الحمص، نحاول هنا نحرك بالسياسة خاطر شقالة صغيرة، خليني نجيب هذه بحذية ممكن ننقص فيها شوية باش نحرك براحتي، بسم الله.
لهنا الخليط كملت خلطته بالكدا ما شاء الله الكل خلطتها بالقصعه هذيما غير ما فرغت في الاخرى، خاطر كيما تعرفوا الخضره قد ما تخلطوها قد ما تذبل شويه وتنقص في الكميه. باهي الحشو لهنا نتاعنا حاضر، لهنا حضرت عندي الكوردون هو اللي باش نسكر به كعبات العصبان. لاستويس هذه عطيتها لكم وعجبتكم وبرشا فيكم عاونتكم خاصه ربحتكم في الوقت خاصه نتاع الخياطه. عندي لهنا هذه نتاع الخيط، تنجموا تستعملوا نوعيه الخيط هذايا وتنجموا تستعملوا نوعيه الخيط زاد اليمونتيغ اللي يكون خشين شويه. انا هذه اللي عندي، اما لازم تستعملوها تكون نظيفه بطبيعه، هذه كوتون وسليمه تنجموا تطيبوا بها ما يضر حتى شيء. به لهنا عندي حاضر كل شيء تويكا، باش نبداو لهنا ناخذوا الكرشه نتاعنا بطبيعه لهنا قصيتها ونظيفه ومرهم ريقله. به بالنسبه لكبر كعبه العصبان يا جماعه، انا واحده من الناس وتعودنا في دارنا نعملوا كعبه العصبان كبيره هكا وتكون مزيانه وتملى العين. تينا اللي يحب يعمل كعبه عصبان تكون صغيره الامر يرجع ليكم، خاطر كنت نهارتها بثت لكم فيديو وفما اللي قلتوا لي كعبه العصبان نتاعك كبيره، انا هكاك تعجبني، لكن بطبيعه راهو ما يغير حتى شيء في الطعمه نتاعها. لهنا تخليطه خفيفه وباش نبدا نعبي. دونك بسم الله. بالنسبه للصوص نتاعها للوجه، انا راني نحب بالنسبه لي انا نحب البارتي الحار بسم الله البارتي الحرشه هي اللي تكون من برا، فما اللي يحب البارتي الحرشه تكون الشيره الحرشه تكون من داخل، كل حد وكيفاش يحب. وبالنسبه للتوليد نتاع الدواره بطبيعه العصبان الساحلي معروف اللي هو تتولد، تنوريكم كيفاش يولدوا بعديك الكرشه. بسم الله نبدا ناخذ هكا. بالنسبه ليا ما نستحقش اني نولدها، خاطر كيما قلت لكم عندي بزايد كرشه وراهي تجي طايبه تذوب في الفم، مش معناتها ما نولدوهاش راهي ماهيش باش تطيب، لا تجي طايبه وامورها مريقله. دونك لهنا نلف بالطريقه هذه هكا، نلف وننزل هكا ومن هنا به اللي قعدت لي مش مسكره هذيا، باش ناخذ شويه مرداه هكا نغطيها. كيما تعرفوا العصبان الساحلي معروف برداه هكا، باه باش نحطها لهنا وباش نقص بالسكينه والا نقص. العمليه هذه كنت انا نعملها لامي قبل نعاونها فيها دونك نقص هكا استويها مليح وتويكا باش ناخو المصرانه. دونك لهنا نحط يدي لهنا ونبدا ندورها هكا به. بالنسبه للطرف نتاع المصرانه لهنا شنو تعملوا لها، تاخذوا هكا وتدخلوها لهنا باش ما تتحلش. وهذه كعبه العصبان نتاعنا، تشوفوا مزيانها وما سمعها كاش مستويه وبقدره الله هذه ما تتحلش كيف تطيب حتى ما غير ما نلفوها في حتى شيء. لكن شنو باش نزيد لها لهنا باش تكون اضمن، تو بعديك نعمل لها بالخيط ونجم زيدها توا نعمل لها هاكا باش حاجة نرتاح منها. ناخذ الخيط ونزيد ندور هكا هكيكا نضمن انها ما تتحل الجملة قدرة الله. وهذه هي كعبة العصبان نتاعنا، شنو رايك؟ دونك باش نحطها لهنا باش ناخو هذه، تعجبني انا على الاخر كعبة بيت البين سموها كعبتي المفضلة، هاستيلو سهل التعبية نتاعها وما تستحقش لا رداء ولا امصارن، جوست بالكردون سكرها طما اللي خيطها خياطها. بالنسبه للتسكيره نتاع الكردون سبقت وريتها لكم، تاخذوا لهنا هكا، ردوا بالكم تبلوهم الكردون راهو اذا تبلوا بعديك ما يدخلوش بالكدا في العصبان، ماذا بيكم هما شايحين هكاكا ما تتحلش جملة جملة قد ما تطيب ما تتحلش.
جوست لهنا لي بوينت هذوما نقصوهم باش بعديك كيف نبداو نطيبو في العصبان يبداو في الطنجره باش ما تنقبش الكعبه اللي بجنبها وقتها هكاك تتحل. وهذه الكعيبة متاعنا حضرت كيما ريتو لهنا راني معبيتهاش برشا خاطر ما تنساوش اللي الروز راهو الحجم نتاعو باش يتضاعف وسينو راهي تترشق وتتحل عنا في المرقه دونك تكون متفرهده هكا بالطريقه هذه. ناخذ لهنا كعبه اخرى معاكم كيما قلت لكم الشيره الحرشه انا بالنسبه ليا تعجبني كيف تكون البرة وكل حد كيفاش يحب. لهنا كل مره ومره هكا تخلطوا نسكرها مليح هكا. وتوا باش ناخذ مرداه. بالنسبه للرداه يا جماعه ماذا بيكم تستعملوا البارتي اللي هي تكون جويده فيها شحم ما تكونش البارتي تبدا خشينه هذه سينو راهي بعديك الكعبه تجيكم قويه على الاخر. وتوا ناخذ من المسرانه ندورها ونكبس مليح هكا. هكا ريتو كيفاش تجي مستويه ومحلاها. توا كيف كيف ناخو من الخيط هكا. وهذه كعبتنا الثالثه حضرناها عصبان ساحلي كيما وعدتكم باش نعمل لكم عصبان ساحلي على اصوله ما ينقصوا حتى شيء. هكا اصدقائي كيما تشوفوا العصبان نتاعنا حضر وهذه النتيجه اللي تحصلنا عليها. كيما وعدتكم نعمل لكم عصبان ساحلي من الالف الى الياء وفيت بوعدي وما تتصوروش قديش فرحانه بالنتيجه اللي تحصلت عليها. مش على حاجه راه متعودين نعملو ساهل على الاخر في تونس لكن بصراحه في الغربه صعيب انك باش توصل تتحصل على المكونات الكل هذية لكن على خاطركم المستحيل يولي ممكن. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم. بالطبيعه ما تنسوش تجربوها بالحق ناكد عليكم تجربوها الطريقه هذية راهو فيه بنه عالميه بالحق يا جماعه بنين على الاخر تاكلوه حتى عشبع. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم. ما تنسوش تخلوا لي رايكم في كومونتير وتخلوا لي زاده طريقتكم خاطر كيما قلت لكم راهو العصبان الساحلي والا العصبان التونسي راهو كل حد كيفاش يحب يحضره. ما تنسوش تخلوا لي طريقتكم في كومونتير وبالطبيعه تشجعوني باللي لايك والبارتاج. ابعثوا الفيديو هذه بين احبابكم واصحابكم اكيد يستحقوها. واللي زار القناه نتاعي لاول مره ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وضغط على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد نتاعنا. توا ما بقى لي كنخليكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.